هودي تسميات ولكن ضمن عائلة كبيرة وحدة. استاذ ادجار شو بعد في عنا بريك؟ فاذا رح ناخذ بريك وبنرجع لكم بعد دقيقتين. مشاهدينا الكرام نحن معكم من جديد، وهلا خينا ادجار بده يعرفنا على بعض امور جديده. تفضل ادجار. انا بس بدي اقول عن فرحتي اللي هلا فيها عن هالاتصالات اللي عم تجينا من السويد ومن اوروبا ومن الاراضي المقدسه والعراق والاشرفيه، وكلنا حاملين ذات الهم، بندعي من هالندوه انه نحط ايدنا بايد بعض لحتى نشتغل على الارض مزبوط. وبس بدي اقول كلمه معبره الى سيدنا البطرك ب 12 اب 2005 لوفد من ضيعه كور البطرون كورماجيتي بقبرص زارو. والمفارع انه كورماجيتي هي سكانه اصلا من كور عنا، من كور البترون، راحوا لهونيك وصار كورماجيتي، يعني كور ما انت ماجيتي معنا ما كان جيتي. وبعدهم على تواصل مع بعضهم ابناء كور وابناء كورماجيتي. وبتفرجي انه اللي بيكون بعيد عن الارض بيكون عنده تشبث بجذوره اكثر. قال لهم رحب فيهم سيدنا البطرك وقال لهم كما نعرف انكم تتمسكون بايمان اجدادكم، والدليل على ذلك انكم انشدتم الاناشيد السريانيه وهي اللغه التي كاد بعض ابنائها في لبنان ينسونها. تحافظون على اللغه فقط، لا تحافظون على اللغة فقط بل على التقليد والتراث والمبادئ الدينية والإيمانية. ندعي اللبنانية أنه يحزوا حزو أخوتنا بأبوس. هو بيني وبينك أنا عم بعذبوني بالشغل اللي عم بعملها هن اللبنانية، بينما الاغتراب متجاوب للآخر. لأنه هون نحن شوي مستخفين بالقضية، لذلك علينا أنه نعمل نحن وياكم. خلينا نأخذ اتصال. ألو الو الو اهلا برخمار ابونا. الو مبارخ، مين معنا؟ كيفك ابونا؟ الله يعطيك العافيه، معك كاترين من سن الفيل. يا اهلا، تفضل. اول شيء بقول لك ميرسي كثير على هالندوه الحلوه وعلى هالحوار الحلو مع هالشبيبه الطيبه، وبهنيهم كمان انا. بعدين في الي شكوى كثير حلوه ومهمه ابونا. تفضل. هلا بنفوت على القداس، نحن للقديس بنحس اليوم قداسنا الشرقي تحول لغربي، مع انه نحن بعدنا عم نحكي عن التراث السرياني اللبناني الارامل الاشور. يعني بنفوت على الكنيسه بنحس كانه تحولت كنيستنا لديسكو. وبعدين طلب الوحيد ابونا، هلا في اشياء مثلا اليوم لانه نحن انه عم نجاري العصور اللي هي يلي هلا منتشره بالارض، بس في عندنا شغله انه بالقليل خلونا الكلام الجوهري ابونا بالسرياني لحتى يضل في عنا نحن هالجذور يلي نحن هي بنحبها. يعني لحن ماري فريم هذا ما لازم يمحو لنا اياه، الالحان الحلوه يلي بتفوت من مجد الله فيها انه عم يمحو لنا اياها، عم يبدلوها بالديسكو الاجنبي. يعني هذا نحن كثير كثير يعني عاملين حمله عليه انه بالقليل يخلونا شيء للسرياني لحتى نحس انه فايتين على كنيسه سريانيه مارونيه لبنانيه. وبعدين في شغله ثانيه، انا بروح دائما على سوريا على معلوله، بحضر دائما الصليب هونيك بيعملوا عيد الصليب، بتحس العالم كله هونيك عم بمجدوا ربهم باللغة السريانية الأرامية أبونا. يعني أنا بروح لهونيك كل أيلول، يعني هذا بتخصصه شهر الصليب، بروح بعيد هونيك، بتحس حالك إنك قاعد يعني بالملكوت. يعني قد ما بعدهم عندهم محافظين على اللغة، ليه نحن بالقليل نحافظ على قداسنا؟ هلا في ناس انه شو هي السريانيه؟ لا بالعكس، السرياني هي كلمتنا وحقنا وديننا. بس حافظوا لنا بالقليل، وانا بخطيكم ابونا، مش بخطيك لإلك، بخطي يعني الكليروس اللبناني، انه بالقليل ندفي يخففوا هاللهجه هي الغربيه، خلونا لان في ناس غربيه عم نفوت نحضرها بعدها محافظه كمان على
لهجتها هي وعلى موسيقتها، بينما نحن لا بفوت مثل كأنه قاعدين بحفلة ديسكو أبونا، بطلب منك وبترجيك يعني أنه نضلنا محافظين بالقليلة على هالقداس الحلو. يعني أنا بترحم عبونا كحالي، كنا نفوت كنا طفالة، نحن نفوت نحس حالنا فايتين، كأنه مش فايتين على كنيسة، فايتين على صومعة. هلأ لا منحس حالنا ببعد، هلأ مع احترامي لكل القوارنة ولكل القداديس مش كلهم مثل بعضهم، بس في مطارح يعني أبونا كتير انه نحنا عم نرجع لورا، بالعكس لازم نحنا نحافظ على تراثنا. وبتشكرك أبونا وتحياتي للشبيب الطيب، وان شاء الله يضلوا بهالنشاط هذا وبهنيهم. ميرسي لك يا كاترين، ان شاء الله الكل يكونوا سمعوك، لانه اللي عم بتقولي انت انا اللي بدك منه شبر بدي كيلومتر انا لانه القصة هيدي كتير زعجتني انه يقولوا كلام الجوهري باللغة العربية، مع انه بحترم العرب واللغة العربية، انما ولانه نضل نسمع مش بس كلام الجوهري، اشياء كتيرة الى ما هنالك. تفضل. انا بقول بلا ما تروح لحديث مع معلولة، هون عنا ببيروت في بالمصيطبة، في مارفريم بالسيوفة، داديس سريان أرثوذكس مع كورال، ما في أحلى منها، كلها كلها بالسريانة وغنى بياخد العقل، وعلى ألحين قديمة كتير. ونحن كمان الكنوشتو عنا جمعيتنا بنجتمع مرة بالسنة ببكفية، وفي أبونا بيعملنا قداس سرياني ماروني كله باللغة السريانية من أحلى ما يكون. شكرا لك. عندي اتصال. ألو. مرحبا أبونا. أهلا. مرحبا أبونا. سامي سليمان الخوري من العراق. يا أهلا من العراق. تفضل. طبعا اللغة السريانية مشتقة من عندها من كل اللغات العربية وغيرها. يعني اللغة العربية اللغة السريانية في العراق، في كل العراق يحكوا فيها. وإنما أنا حضرت في لبنان ولاحظت القداديس في الكنائس المارونية تقريبا نفس القداديس الموجودة عندنا في العراق، وإنما اختلاف بسيط موجود بيننا. فعندنا في العراق ناس كفؤين في تدريس اللغة السريانية والاستفادة منها من الأخوة الشعب اللبناني الماروني، وإنما يستفادون منهم كثيرا كتابة ولغة. وأنا أشكر هذا البرنامج، وأود احترامي للأخ الأب الكبير والضيوف الكرام الذين حضروا، والأخت العزيزة التي تكلمت بقضايا كثير من القضايا السريانية. وإذا تعلمون اللغة السريانية، أنا أتكلم معكم اللغة السريانية أو الكلجانية في العراق، وإنها لغة المجد والحضارة في كل دول العالم، ولغة السيد المسيح التي تكلم بها في عندما تكلم مع الشعب. وأشكر لكم جزيل الشكر وبرنامجكم الكبير، والله يوفقكم ويسعى خطاكم. شكرا لك يا أستاذ سليمان الخوري. أكيد يعني مثل ما احنا شايفين على أنه حياة وين من كان، يعني هالشعب بعده محافظ على تراثه أكيد، بس بدنا نضل نوعي أكثر. تفضل. يعني اللي عم ببين اليوم للي عم بيشاهدونا هاي كانت يمكن ما كانوا يعرفوها، أنا ما كنت أعرفها من كم سنة، وهلأ في كتير ناس يمكن عم بيكتشفوها قدي نحن عائلة كبيرة بهالشرق. نحن منا بس بلبنان مسيحية موجودين، أو مسيحية سورية هني جزء لوحدهم، هن مسيحية ونحن مسيحية، وبالعراق نحن شعب واحد. من 3 أشهر بحب أذكر بالزيارة اللي قمنا فيها معلولة مع جمعية سمك بسويد، وكرمنا الملفونو جوزيف رزق الله اللي عم بيعلم لغة أرامية، جورج رزق الله اللي عم بيعلم لغة الأرامية بمعلولة. بدي أقاطعك لأنه عندي تليفون خارج لبنان. ألو 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 ألو. يا نعم. بارك مول أبونا. ألو مبارك، مين معي؟ داود سمعون غرزاني من قامشلي سوريا. تفضل يا داود. ألف شكر
ابونا ميقرو. يا اهلا فيك. انت وبرامجك الطيبه ولم تتحف فيها ابناء اللغه